صباح الخير لحضراتكم مشاهدي جريدة الوطن في كل مكان، مع حضراتكم خالد عمار الصحفي من جريدة الوطن. النهاردة هتجتمع اللجنة العليا للتنسيب برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي لإعلان نتيجة المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات للعام الجامعي 2021. يمكن التنسيق السنة دي مختلف تماما عن كل سنة، في مفاجآت كتيرة هنكشف عن جزء منها دلوقتي في اللايف في هذا اللايف. طبعا المفاجآت هي ان خلينا نقول لحضراتكم الاول ان احنا عندنا 116 الف طالب وطالبه في المرحله الاولى ما بين علمي علوم وعلم رياضه وادبي، منتظرين النهارده باذن الله الاعلان عن الحدود الدنيا لتنسيق الجامعات لتنسيق المرحله الاولى للعام الجامعي. طبعا في عام صعب وفي المجاميع منخفضه للغايه زي ما شفنا في نتيجه الثانويه العامه. ده طبعا كان في تصريحات كتير جدا على لسان وزير التربيه والتعليم دكتور طارق شوقي ابان عرض نتيجه الثانويه العامه، ودكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي واللي اكدوا فيه ان التنسيق هيكون مناسب للمجاميع اللي حصل عليها الطلاب في رساله طمانينه للطلاب وذويهم. خلينا نقول لحضراتكم عن مفاجاه ان الحد الادنى والحدود الدنيا لكليات القمه هذا العام انهارت لاول مره تقريبا تاخد بهذه المجاميع. ممكن تكون مثلا من 20 سنه في الخمسينات في الستينات في السبعينات كان بتاخد من المجاميع دي، كنا بنسمع وقتها عن هذه المجاميع، لكن احنا اول مره في جيلنا نسمع عن ان 250 طالب فقط من اجمالي 750 طالب هم اللي حصلوا فوق 90%. الطلاب اللي حصلوا فوق مجموع 90% في الثانويه العامه السنه دي عددهم 250 طالب، ده وفقا لتصريح دكتور طارق شوقي وزير التربيه والتعليم. طبعا ده بياكد ان هيكون في مراحل ثانيه في كليات جديده هتيجي معانا هتنزل معانا للمرحله الثانيه في التنسيق، لان عدد الطلاب الحاصلين على هذه النسبه قليل جدا. طيب خلينا حضراتكم سريعا الارقام ويمكن ده اللي بيهم كل الناس او اللي منتظرينه. كليات الطب المفروض ان هي تاخد من 91% و8 91% فاصلة 8. طبعا ده الطب البشري. الطب الاسنان هياخد من 90% فاصل 9. طبعا احنا كنا بنسمع قبل كده عن 98 و99 و100% و101% الارقام دي انتهت. الصيدله هتاخد من 89.6. العلاج الطبيعي من 88.4. طبعا النهارده او النتائج اللي هتقال او هنتكلم حضراتكم عنها النهارده كلها مما يعرف او ما يسمى بكليات القمه اللي هي الطب البشري، طب الاسنان، العلاج الطبيعي، الصيدله، طب البيطري او طب البيطري، التمريض، الهندسه، الالسن، الاقتصاد والعلوم السياسيه، واخيرا اخيرا الاعلام. طبعا طب الاسنان زي ما قلنا لحضراتكم هياخد من 90.9. المفاجاه الكبيره قوي بصراحه هي الهندسه. الهندسه يا جماعه تاخد من 80% السنه دي، وكان في تصريحات على لسان عدد من صحفيين متخصصين في هذا الملف على لسان مصادر صحفيه نشر في جريده الوطن وعدد من الصحف ان الهندسه هتصل في المرحله الثانيه ل 77%. يعني الهندسه السنه دي تاخد من 80% وهتصل الى 80% لان هيكون في اماكن شغاله كتير في المرحله الثانيه. طبعا دي مفاجاه غير متوقعه، حتى اكتر شخص كان متفائل ايام مجاميع الثانويه العامه ان هو المجاميع هتقل ما كانش متوقع ابدا ان الهندسه ممكن توصل ل 80%. الاقتصاد والعلوم السياسيه اللي كان بياخد من 95 وفيما فوق هياخد من 86%. الالسن اللي كانت اقل حاجه 92 تاخد 85%. الاعلام هياخد من 84%، وزي ما قلنا لحضراتكم كليه الاعلام السنه دي او يمكن من منذ عامين لها اختبارات قدرات. يعني كليه الاعلام ما ياخدش من مجموع فقط، في كليات زي الفنون التطبيقيه زي الاعلام وعدد من الفنون الجميله، عدد من الكليات متخصصه شويه بتاخد لازم اختبارات قدرات قبل القبول. طبعا في كلام او اخبار بتقول ان الارقام اقل من كده بكتير، بس الحقيقه مش عايزين نكون مبالغين، لكن الحقيقه ان الارقام هذا العام او كليات القمه هذا العام انهارت للغايه زي ما قلنا لحضراتكم. تقريبا مفيش 92% الطب بياخد من 91 بلس 90 91 بلس 9، في كلام ان هو ياخد من 91 بلس 4 مش 9 يمكن اقل من كده. الاسنان 90% بلس 9، الصيدله 89 بلس 9، العلاج الطبيعي 88 بلس 4، الاقتصاد والعلوم السياسيه 86، الالسن 85، الاعلام 84. يعني احنا بنتكلم ان ممكن التجاره والكليات الاخرى تاخد من 60 و50 كمان.
زي ما كان في تصريح وزير التعليم قال الناس اللي في الخمسينات هتخش كليات. طبعا ده لاول مره. لكن خلينا نلاحظ لكم ده طبعا على الجانب الاخر عندنا اكتر من 160 الف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجه الثانويه العامه. طبعا رقم كبير جدا مقارنه لو فصلناهم من 700 الف طالب في هذا العام. احنا نحاول بشكل سريع نشوف لو في اسئله او حاجه على اللايف نجاوب لحضراتكم عليها. تجاره لسه التجاره طبعا مش خش في هذه المرحله. ازاي هندسه 80 واقتصاد علوم سياسيه 80؟ هنشوف التفاصيل كلها مع الوزير النهارده باذن الله. الاستاذه الهام بتقول طيب المرحله الثانيه هتبان الحد الادنى بتاع امتى؟ ان شاء الله المفروض النهارده بعد المؤتمر هيتم الاعلان عن المرحله الثانيه والحدود الادنى بيها. 76% 77 يدخل ايه؟ علمي علوم 76% اكيد يا استاذه، مش يعني استاذه ياسمين يعني احنا مش هنقدر نجزم بده، بس التاكيد ان انت هتخش كليه كويسه يعني لان المجاميع كلها واقعه يعني، فاكيد انت هتخش كليه كويسه. نتيجه الدور الثاني والتظلمات امتى؟ لسه نتيجه الدور الثاني ان شاء الله الشهر الجاي. المرحله الثانيه لسه مش عارفين هتبدا من كام حتى هذه اللحظه. التربيه هتكون ضمن المرحله الثانيه ان شاء الله للتنسيق. التجاره لسه مش معروف، مفيش يعني برام لحد الان. 70% علمي علوم اكيد مرحله ثانيه. احنا ان شاء الله في اسئله كتير جدا هنتابعها مع حضراتكم على مدار اليوم. كون معانا مع مؤتمر لايف من مؤتمر اعلان حدود التنسيق او نتيجه التنسيق النهارده من وزاره التعليم العالي. بعدها بشويه يكون معانا عدد من المسؤولين عن التنسيق هيجاوبوا لحضراتكم على كل الاسئله اللي انتم سالتوها دي، وهم اكيد هيكونوا ادرى وعندهم معلومات ادق في ان شاء الله في لايف خلال الساعات المقبله. احنا من دلوقتي لحد نهايه اليوم هنتابع مع حضراتكم في اكتر من لايف عن كل ما يخص نتيجه التنسيق وكل ما يخص نتيجه تنسيق المدن الجامعيه في جامعه الازهر باذن الله. هنتابع مع حضراتكم اول باول. شكرا جزيلا لحضراتكم.